موضوع حلقة النهاردة تحت عنوان العلاج المناعي للسرطان بالبايوبران المستخرج من قشر الأرز. من بداية الأبحاث حتى الوصول إلى التجارب السريرية البشرية، في الأول أحب أنبه إن السرطان هو العدو من الداخل، بيختلف عن أمراض كتيرة سببها غزو خارجي من الفيروسات أو البكتيريا. الخلية السرطانية في الأصل كانت خلية طبيعية زي خلية الجلد، الكبد، أيا كان وضعها في الجسم، ولكن تحت تأثيرات مختلفة بدأت تتغير هذه الخلية الطبيعية وأصبحت خلية سرطانية. ده موضوع تاني كبير ما بنتكلمش فيه النهاردة، بس أنا بحب أنبه لكلمة إن السرطان هو العدو من الداخل. النهاردة أنا هركز في المحاضرة دي على 4 نقاط: 1. الدراسات اللي أجريت على الحيوانات. 2. التجارب السريرية البشرية. 3. آليات العلاج المناعي. وأخيراً تفرد البايوبران، يعني ايه اللي بيخلي البايوبران منتج مميز في وسط 500 منتج موجودين في امريكا. دي علامة استفهام كبيرة ولازم هنعرفها ان شاء الله في نهاية المحاضرة. قبل ما ندخل في الموضوع احب اسأل سؤال: هل السرطان مرض قديم ام حديث؟ الاجابة ما كانش حد يعرفها في عدة سنوات سابقة، ولكن مجلة هوفينغتون بينت ان العلماء عثروا على موميات مصرية عمرها اكثر من 3000 سنة مصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا. ده بيبين ان السرطان مرض قديم بقاله الاف السنين، ولكن طبعا زادت نسبة المصابين به حديثا عشان التوتر العصبي والبوليوشن اللي هو التلوث البيئي وعوامل اخرى جديدة. من المثير للاهتمام ان نشوف البيانات في سنة 2017 اللي جاية من مصادر موثوق بيها، بتوضح ان عدد المتوفين من مرضى السرطان وصل 600,000 حالة. واضح من البيانات اللي قدامنا ان سرطان الرئتين هو الاكثر شيوعا بين المرضى من الاناث وايضا من الذكور، وده بيعزى سببه الى التدخين والتلوث البيئي زي ما احنا عارفين طبعا. الرسالة بنستشفها من المعلومات اللي واضحة قدامنا دي موجودة في الشكل الاحمر البيضاوي في اسفل الشكل اللي احنا شايفينه، وبتقول بصراحة ان العلاج الكيماوي غير كافي للقضاء على مرض السرطان. لما يكون عندك 600,000 حالة في امريكا وهي بلد منشأ الكيماوي وبيموت العدد الضخم ده في سنة واحدة، يبقى معنى ذلك ان الرسالة واضحة او الرسالة وصلت: العلاج الكيمائي غير كافي للقضاء على مرض السرطان، ولذا يجب البحث عن طرق بديلة أكثر فعالية وأكثر أمنا لمريض السرطان. لأن احنا عارفين طبعا أن الكيماوي والإشعاعي لها أثار جانبية خطيرة جدا جدا. الرسالة: يجب البحث عن طرق بديلة أكثر فعالية وأكثر أمنا لمريض السرطان. وده موضوع حلقة النهاردة اللي بنقولها تاني على العلاج المناعي للسرطان بالبايوبران. الشكل اللي قدامنا ده بيبين كيفية تصنيع البايوبران. من المعروف ان جزء نخالة الارز هو جزء كبير ومعقد ولا يمتص في معدة الانسان، عشان كده بنلاقي في بلاد كتيرة بما فيها اليابان ان لو واحد عنده امساك مزمن يعني فبينصح الدكتور بينصح هذا المريض اللي عنده امساك مزمن ده انه ياخد معلقتين
من نخالة الأرز على الريق الصبح بشوية مية، وطبعا لأنه لا يمتص في معدة الإنسان فبيعمل تنظيف للقناة الهضمية كلها، لأنه لا يمتص في معدة الإنسان، بنسميها flush the system يعني. طيب احنا في موضوعنا النهاردة احنا عايزين نخالة الأرز، الجزء بتاع نخالة الرز ده يمتص في معدة الإنسان، فلذا يجب كسر الجزء الكبير ده إلى جزيئات أو سلاسل قصيرة اللي هي من الأرابينوكسيلان. اللي بيقوم بعملية التكسير ده هي مقصات كيماوية عبارة عن إنزيمات من عش الغراب المسمى شيتاكي، وده طبعا معروف في اليابان إن الناس بتاكله كل يوم يعني. دي عملية مش سهلة الأرز، والإنزيمات بتشتغل وبتعمل المقصات اللي احنا شايفينها التلاتة اللي لونهم أحمر في الصورة ده، وبتقصلي الجزء الكبير بتاع نخالة الرز ويبقى بيظهر في تحت في الصورة جزء صغير اللي هو بنسميه البايوبران. دي عملية مش سهلة وبتاخد حوالي 3 شهور من البداية حتى آخر خطوة للحصول على المادة الخام الخاصة بالبايوبران. طيب الموضوع ده كان بدأ من سنة 1992 وبدأنا نجري تجارب كالعادة، بنبدأ بفئران التجارب، فأجرينا دراسات عديدة لمعرفة قدرة البايوبران بالفتك بالخلايا السرطانية. بدأنا بإجراء تجارب على الفئران المصابة بسرطانات مختلفة، منها على سبيل المثال الشكل اللي قدامنا ده بيوضح ان السرطان ان الفئران دي مصابة بسرطان الثدي، فقمنا بتغذيتها بالبايوبران والنتائج واضحة في الصورة، والصورة بتتكلم وواضح جدا ان النسيج السرطاني نقص بدرجة ملحوظة بعد المعاملة بالبايوبران مقارنة بالمجموعة الضبطة او اللي بنسميها الكنترول الكبير اللي فوق ده، اللي هي عبارة عن مجموعة من الفئران لم يصلها البايوبران. طيب الحاجات دي كلها منشورة في مجلات علمية عالمية. نشوف موديلز تانية، فأجرينا تجارب أخرى على فئران مصابة بسرطان المعدة والنتائج أظهرت برضو نقص ملحوظ في حجم النسيج السرطاني في الفئران التي عملت بالبايوبران أو أخذت البايوبران لما بنقارن دي بالمجموعة الضابطة التي لم يصلها البايوبران. في تجارب تانية مش موجودة قدامنا لكن أحب أعرفكم بيها، التجارب أخرى اتعملت في ألمانيا على الفئران وأظهرت نجاح البايوبران في الحد من سرطان الخلايا العصبية، وإحنا برضو في المعمل حاليا بنجري تجارب على الفئران اللي هي مصابة بسرطان في الكبد والنتائج مبهرة قوي والحمد لله. فدي كلها أنواع مختلفة من الموديلات على اللي اتعملت عندنا في المعمل واللي اتعملت في دول أخرى زي ألمانيا، وكلها كانت النتائج متشابهة وأظهرت نجاح البايوبران في الحد من السرطان في تجارب الفئران. الخطوة اللي بعد كده ان احنا ننتقل الى عمل دراسات بشرية، لان احنا كنا مهتمين لمعرفة ما اذا كان يمكن تحقيق نفس المستوى من النجاح لمرضى السرطان كما هو الحال في الدراسات على الحيوانات، حتى نتمكن من رؤية العديد من التجارب السريرية من جميع انحاء العالم اللي وصلت في الشكل اللي قدامنا ده الى 11 دراسة. انا هتكلم على نمرة 5 على وجه التحديد، هركز على نمرة 5 بالتجارب السريرية. ليه؟ لان دي كانت اول دراسة سريرية عشوائية استمرت 3 سنوات، و
التجارب أجريت على مرضى سرطان الكبد في المستشفى العسكري في فيتنام. التجارب أجريت في الفترة من 2005 إلى 2008. نتائج الدراسة نشرت في مجلة عالمية علمية اللي هي الأنتي كانسر ريسيرش، وأشرف على الرسالة دي دكتور بانج وأنا معاه ومجموعة من الأطباء المتخصصين في أفرع سرطان الكبد في المستشفى العسكري بفيتنام بالتعاون مع جامعة درو للطب والعلوم في أمريكا. كان لدينا 68 مريض، انقسمت إلى مجموعتين. تألفت مجموعة الأولى من 30 مريض تم علاجهم بالعلاج الكيماوي فقط، وتألفت المجموعة الثانية من 38 مريض تم علاجهم بالعلاج الكيماوي مع البايوبران. وزي ما قلنا تاني الدراسة استمرت 3 سنوات. وبعدين درسنا في النهاية حجم الورم السرطاني في المجموعتين بتوع المرضى، نسبة البقاء على قيد الحياة، نسبة المعاودة أو الانتكاس، ومستوى ألفا البروتين. حصلنا والحمد لله على نتائج مثيرة للغاية بالنسبة لحجم الورم السرطاني. الصورة اللي قدامنا دي بتبين مريض من ضمن المجموعة اللي خدوا الكيماوي مع البايوبران، وقسنا حجم الورم السرطاني بالسيتي سكان. المريض ده كان حجم الورم في الكبد 12 × 10 سنتيمتر في البداية، نقص حجم السرطان إلى 7 × 8 سنتيمتر بعد 3 شهور من تناول البايوبران، ونقص كمان إلى 6 × 7 سنتيمتر بعد 6 شهور. ده نتائج مريض تاني بيظهر في الصورة ان حجم الورم السرطاني نقص بدرجة ملحوظة من 14 × 13 سنتيمتر الى 5 × 6 سنتيمتر بعد 6 شهور من تناول البايوبران. طبعا دي نتيجة مذهلة جدا في مرض خطير زي ده. الدراسة ايضا شملت نسبة المعاودة او الانتكاس، ودي طبعا يعني بتبقى ظاهرة خطيرة جدا في أمراض السرطانات كلها اللي هي الانتكاسة، إن المرض بيرجع تاني. واضح من الرسم التوضيحي إن نسبة الانتكاس للمرضى اللي أخذوا الكيماوي فقط وصلت 47% اللي هو اللون الأزرق اللي احنا شايفينه ده، مقارنة ب 32% للمرضى اللي أخذوا الكيماوي مع البايوبران. شملت الدراسة أيضا نسبة البقاء على قيد الحياة. الرسم التوضيحي اللي قدامنا ده بيبين ان نسبة البقاء على قيد الحياة للمرضى اللي اخذوا الكيماوي فقط وصلت 7% بعد 24 شهر من بدء التجارب، مقارنة ب 35% للمرضى اللي اخذوا الكيماوي مع البايوبران. بننتقل على دراسات ايضا اجريت على مرضى السرطان، ولكن بتبقى يعني حالات مرضية حالة لوحديها كده. الدراسة اللي قدامنا دي كانت على مريض بسرطان الجلد، واقر الاطباء المشرفين على علاج المريض. مجموعة الدكاترة دول كان اولهم الدكتور ماركوس واخرون في ميو كلينيك في امريكا، أقروا إن المريض عمره 68 سنة قد شفي تماما من مرضه بعد 34 شهر من بداية استخدام البايوبران. هناك كثير من الحالات الفردية لمرضى سرطان في أمريكا واليابان، ودي يعني عدد كبير جدا يمكن يزيدوا أكثر من حوالي يمكن 15 حالة موجودين يعني. ونتائج ده مجرد مثل قدامنا، ونتائج هذه الدراسات كانت كلها مبهرة. يهمنا دلوقتي ان احنا نلقي الضوء على آليات العلاج المناعي للسرطان بالبايوبران، الميكانيزمز ازاي البايوبران
قدر يصغر حجم السرطان في الحيوانات التجارب وفي المرضى اللي أخدوه. دي بنسميها آليات العلاج المناعي. الشكل اللي قدامنا بيبين ان في 4 آليات امكن دراستها لحد دلوقتي، واحنا شايفين اسهم من تحت القاعدة اللي لونها اخضر اللي هي البايوبران، وخارج منها 4 اسهم كلها بتؤدي الى فوق اللي هو الخلية السرطانية اللي انفجرت. فالآليات الأربعة دول هنتكلم عنهم بالتفصيل، ونبدأ بالآلية الأولى اللي هي الناتشرال كيلر سيل اميون ثيرابي، أو تنشيط الخلايا القاتلة أو الفاتكة الطبيعية. الخلية دي بتمثل خط الدفاع الأول ضد السرطان، هي نوع من أنواع كرات الدم البيضاء اللي بتجري في الشرايين والعروق في دمنا. حوالي 15% من كرات الدم البيضاء هي الخلايا القاتلة أو الفاتكة الطبيعية. الخلايا ديت عرفت بأنها خط الدفاع الأول ضد السرطان. تنشيط الخلايا دي بيتم ازاي؟ الخلايا ديت في مرضى السرطان فيها النواة من جوه المدورة او البيضاوية دي، وفي السيتوبلازم اللي حوالين النواة. للأسف الشديد احنا شايفين قدامنا حاجة اسمها جرانيولز او حبيبات او حبيبات سامة، لكن في مرضى السرطان الخلايا ديت ما فيهاش حبيبات سامة، وهي دي اللي بنسميها البوليتس اوف ذا جان، اللي هي الطلقات بتاعه المدفع، الطلقات بتاعه المسدس، الطلقات بتاعه البندقيه. انت لو معكش طلقات يبقى المسدس اللي في ايدك ده ملوش لازمه، حته حديده. فهي دي الخليه الناتشرال كيلر سيل او الخليه القاتله، لو ما فيهاش الطلقات بتبقى خليه يوسلس، يعني عديمه النفع. وهو ده اللي موجود في مرضى السرطان. المعامله بالبايوبران زي ما احنا شايفين، الست دي بتشرب كوباية فيها سائل اللي هو طبعا البايوبران، دايب في شوية مية، وممكن يكون في كبسولات، ممكن ما فيش مانع بشوية مية بعديه. والمهم انه بيروح على المعدة، ومن المعدة زي ما احنا شايفين بيمتص وعند هناك وبيروح على الأوعية والشرايين اللي فيها الدم بتاعنا أو كرات الدم البيضاء. وإحنا شايفين كلمة NK cell دي أو الخلية القاتلة أو الفاتكة الطبيعية موجودة، وزاد فيها الحبيبات اللي هي شايفينها دي اللي اسمها جرانيولز أو بنسميها الحبيبات السامة. وهو ده اللي بيعمله البايوبران، انه بيزود طلقات المدفع، طلقات البندقية، طلقات المسدس عشان يبقى معك حاجة تحميك. الحبيبات دي بتتكون داخل الخلايا القاتلة الطبيعية. فدي اول طريقة اللي بيها البايوبران بينشط الخلايا القاتلة او الفاتكة الطبيعية. الصورة اللي قدامنا دي لأعضاء جمعية المناعة الطبيعية، ودول مجموعة من العلماء من أمريكا واليابان وإيطاليا، وعملوا مجهود كبير في اكتشاف الخلايا القاتلة أو الفاتكة الطبيعية. دي كان أول لقاء لأعضاء الجمعية في هاواي سنة 1985. يا ترى وانتوا بتشوفوا الناس دول دلوقتي، تشوفوا أنا فين في الصورة دي؟ نسأل سؤال تاني، ازاي بيتم تنشيط الخلايا؟ يعني لما يعني ازاي نعرف ان الخلايا اللي قدامنا ديت بقت نشيطة؟ الصور ديت انا خدتها بالكاميرا بتاعتي من سنين فاتت، وبتوضح المراحل الثلاث لتنشيط الخلايا الفاتكة بواسطة البايوبران. بتبدأ العملية بالتصاق الخلايا القاتلة اللي هي صغيرة اللي فوق دي، صغيرة الحجم يعني، بتلتصق بالخلية السرطانية اللي هي الكبيرة اللي تحتها دي. بعدها الخلية الفاتكة بتفرز حبيبات صغيرة أو مش واضحة عندنا هنا، بتفرزها
دي الحبيبات السامة اللي قلنا عنها قبل كده، بتفرزها وبتحقنها داخل الخلية السرطانية. الحبيبات السامة دي بتنفجر وبتعمل ثقوب داخل الخلية، وواضح ان احنا شايفين الثقوب اللي مكتوب عليها بالانجليزي holes. وبعد كده اخر خطوة اللي هي نمرة 3، ان الخلية السرطانية بتموت، dead tumor cell. العملية دي كلها من 1 و2 ل3 بتستغرق اقل من 5 دقائق. ده رسم اكثر توضيح عن كيفية خروج الحبيبات السامة ومن الخلية الفاتكة الى داخل الخلية السرطانية وانفجارها زي ما احنا شايفين. دي صورة بتاعت كاوبوي اللي عمله بيشبه عمل الخلايا القاتلة، من ناحية انه في ايده مسدس عشان يحارب بيه اعدائه، واليد الاخرى فيها باقة من الورد للاصدقاء. ده بيعني ببساطة ان الخلية الفاتكة بطبيعتها بتدمر الخلايا السرطانية ولا تمس خلايا الجسم العادية بأي ضرر. طيب ازاي وصلنا للنتائج ديت؟ فين التجارب اللي اتعملت عشان نقول كده؟ بالاضافة للصور يعني، مع احترامنا كبير للصورة، والصورة احسن من 1000 كلمة زي بيقول المثل الصيني، لكن نحب نشوف نتائج. دي دراسة اجريت سنة 1998 على تأثير البايوبران في تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية. الدراسة تمت على 24 إنسان عادي، وقسمت الدراسة إلى 3 مجموعات. مجموعة 1 أخذت جرام في اليوم من البايوبران، مجموعة 2 أخذت 2 جرام في اليوم، والمجموعة الثالثة أخذت 3 جرام من البايوبران في اليوم. بعد أسبوع واضح قدامنا الناس اللي خدوا جرعة 2 جرام او 3 جرام دي كانت كافية انها تزيد القدرة القتالية للخلايا الفتاكة الى الضعف، من حوالي 18 لحوالي يمكن 30 وزيادة. وده تم في خلال اسبوع واحد يعني بسرعة. ولما رحنا تاني عشان نقيس مستوى النشط الخلايا القاتلة ديت في نفس الأفراد، بعد شهر لقينا إن الخلايا القاتلة ديت نشطت قوي جدا لدرجة إنها يعني وصلت لحوالي 60%، يعني بتقتل 60% من الخلايا السرطانية في خلال التست اللي احنا بنعمله اللي بيقعد 4 ساعات. فمن 18% الى 60% في خلال شهر، ده واضح يعني ان النتائج مش على 1 ولا 2، دول على 8 افراد، و8 تانيين برضو واضح نفس النتائج اللي خدوا 2 جرام. المجموعة اللي خدت جرام في اليوم دي وصلت لنفس المستوى كامل، يعني ببطء يعني لا اكثر ولا اقل. في دراسة بقى حديثة بقى اتنشرت في سنة 2018 عن تأثير البايوبران في تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية للمسنين. ده دراسة كانت مهمة. ليه؟ لأن المسنين بيبقوا معرضين لسرطان أنواع مختلفة من السرطانات، لأن الجهاز المناعي ديتيريوريتس، يعني بيحصل في خلل. أظهرت الدراسة على قدرة البايوبران في تنشيط الخلايا القاتلة بطبيعتها بعد شهر من تناول البايوبران. والدراسة كانت على تنشيط الخلايا الفاتكة لمرضى السرطان الدم. يعني واضح ان في يعني بعد شهر وبعد 2 نشاط الخلايا القاتلة زاد بدرجة ملحوظة جدا. الدكتورة ديت هي دكتور اسمها تشلوكوفا، والدراسة دي اتنشرت في مجلة اللي هي الكانسر ايمينولوجي ايميونثيرابي سنة 2012. نحب نعرف تاني ازاي بيتم تنشيط الخلايا، ازاي يعني ايه كلمة تنشيط؟ يعني بزيادة فعاليتها، بتقتل خلايا سرطانية اكتر في وقت محدود، بس بده عن طريق ايه؟
عن طريق حاجتين، الميكانيكية الأولى أو الآلية الأولى اللي هو زي ما قلنا سابقا زيادة الحبيبات السامة داخل الخلايا الفاتكة. مزيد من الدراسات بينت أن تنشيط الخلايا الفاتكة بالبايوبران بيتم أيضا عن طريق زيادة المستقبلات الخاصة للخلايا. دول زي ما احنا شايفين ثلاث أنواع من المستقبلات اللي هي interleukin 2 receptor و adhesion molecule و early activation antigen أو بنسميها CD25 و CD54 و CD69. يبقى في عندنا آليتين اتنين اللي بيهم البايوبران بيزود نشاط الخلايا القاتلة، اللي هو زيادة الحبيبات وزيادة المستقبلات اللي موجودة. نكمل في الجهاز المناعي، بس بدنا ننتقل على خلايا أخرى اسمها خلايا تي، ودي بتمثل حوالي يمكن 80% أو أكتر من كرات الدم البيضاء. زي ما قلنا الناتشرال كيلر سيل بتمثل 15%، فخلايا تي دول بيمثلوا النسبة الكبيرة من كرات الدم البيضاء وبيصل عددهم لحوالي 80%. خلايا تي دي نوعين، وكلاهما بيلعب دور هام جدا في القضاء على الخلايا السرطانية. واحدة بنسميها هيلبر والتانية بنسميها سبريسور، والدراسات اللي أجريت بينت ان تناول اللي قدامنا دي اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده بيبين ان تناول الانسان للبايوبران بيزيد نسبة وعدد خلايا تي بنوعيها اللي هي الهيلبر والسبريسر بعد حوالي شهر من تناول البايوبران. بس عايزين نشوف النشاط بتاعها زاد ولا لا، فالدراسة اللي قدامنا ديت وبينت ان زيادة نشاط خلايا السبريسور اللي بنسميها CD8 T cells دي هي بالظبط شكل الناتشرال كيلر سيل او الخلايا القاتلة الفتاكة بطبيعتها مع اختلافات بسيطة، وهي ان الناتشرال كيلر سيل بتقول لها او بيجيلها معلومات ان في عدو موجود، فاي هي بتعرفها، هي بتعرف العدو شكله ايه وبتروح تهاجمه من غير ما تاخد له صورة وتوريها له، قال له تقول له ده شكل العدو روح دور عليه وموته. لا هو مش عايز، هو مجرد ما يجيله معلومات ان في عدو دخل هو بيعرف مين العدو ده. اما السي دي 8 تي سيلز دي لازم تديها صورة العدو اللي دخل ده او المجرم اللي دخل ده علشان تقول له شكله ايه، شنبه ايه، شكله ايه، طوله ايه، عرضه ايه، الحاجات دي. فبالصورة دي بياخدها السي دي 8 تي سيلز دي اللي هو السبريسور سيلز دي او السيتوتوكسيك الخلايا التوكسيك دي، نقول عليها سي دي 8 عشان نسهلها، وبتدور عليها وبتقتلها وبتفتك بيها بنفس النظام اللي احنا شفناها في الخلايا القاتلة بطبيعتها اللي هي عملية الالتصاق والحبيبات السامة وقتل الخلايا السرطانية في الاخر. في آلية تانية لعمل البايوبران بعيد عن الخلايا، يعني الخلايا زي ما احنا شفنا بيلزمها انها تلتصق بالخلايا السرطانية وبتحقنها وبتموتها. في نوع تاني او في آلية اخرى لعمل البايوبران اللي هي بنسميها العلاج المناعي غير المحدد. ده مقصود بيها كلا من الانترفيرون والانترلوكين 2. ايه الانترفيرون والانترلوكين 2 ده؟ دي بروتينات صغيرة بتلعب دور كبير ودور مهم في النشاط الخلوي. العلماء استطاعوا ان هم يحضروا الانترفيرون والانترلوكين 2 في المعمل من زمان من عشرات السنين، واستخدموا في علاج السرطان والفيروسات، ولكن ثبت بالدليل القاطع ان مستحضرات المعامل لكلا البروتينات ديت اللي هو الانترفيرون او الانترلوكين 2 كان لها آثار جانبية كتيرة قوي قوي. فاستخدامها الانترلوكين 2 ده بالذات بدأ يقل بدرجة كبيرة قوي، والانترفيرون الآخر بيبقى فيه تحفظ كبير جدا في استخدامه عشان الآثار الجانبية. من حسن حظنا ان التجارب التي أجريت بينت ان البايوبران له القدرة على تنشيط
وإفراز الانترفيرون ألفا من خلايا الجسم في الإنسان. ودي ميزة كبيرة جدا، لأن خلايا الجسم ذات نفسها هي اللي بتفرز الانترفيرون، وبالتالي ليس لها أي آثار جانبية على الإطلاق. ومش كده وبس، الشكل اللي قدامنا أسفل بيبين إن فئران التجارب أيضا زاد نسبة انترفيرون جاما بعد تناولها للبايوبران. برضو الدراسة تانية على مرضى السرطان بالدكتورة شكولوفا بينت ان مرضى السرطان الدم اللي تناولوا البايوبران زادت نسبة الانترفيرون جاما والانترلوكين 2 بعد تناولهم للبايوبران. فدي تجارب اتعملت ايضا على مرضى السرطان. في دراسة حديثة اتعملت مع الدكتور حسني سلامة في جامعة القاهرة وبينت ان البايوبران بيزود نسبة الانترفيرون جاما في مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي سي. النتائج اللي اجريت من جهات مختلفة كلها بتؤيد قدرة البايوبران انه يحفز خلايا الجسم انها تفرز الانترفيرون الطبيعي اللي مش مصنع في المعمل من بره، ده انترفيرون طبيعي وملوش اي اثار جانبيه. بنجمع كل المعلومات دي لحد دلوقتي، وده رسم توضيحي بيبين ان في اليات مختلفه كلها الاسهم خارجه منها وبتروح للسنتر اللي هو فيه الخليه السرطانيه عشان تموتها. واضح الخلايا الفاتكه طبيعيه اللي هي الناتشرال كيلر، وخلايا تي اللي هي بنسميها سي دي 8 تي سيلز، وبرضه في الانترفيرونز اللي هي الفا وجاما والانترلوكين 2 ايضا. ننتقل الى اليه ثالثه عشان نشوف البايوبران بيعمل ايه عشان يموت الخلايا السرطانيه. دي حاجات جديده بقى اللي هي بنسميها مثبطات نقاط التفتيش المناعي. دي موضوع جديد والشغل فيه هنعرف منه شوية دلوقتي. مثبطات نقاط التفتيش المناعية ده عنوان الآلية الثالثة دي. ايه دي؟ دي عبارة عن عقاقير مختلفة تمت الموافقة عليها من قبل هيئة التغذية والعقاقير اللي اسمها FDA في امريكا، الولايات المتحدة الامريكية. العقاقير دي بتلعب دور هام في العلاج المناعي للسرطان. بس نشوف بقى ايه المشاكل وبنتكلم فيها النهاردة ليه. سعر هذه العقاقير بيصل الى ما يقرب من مليون دولار لعلاج مريض واحد بالسرطان. طبعا دي تكاليف باهظة جدا جدا جدا. ده بالإضافة للأسف الشديد إن هذه العقاقير ثبت لها في السنوات الأخيرة إن لها آثار جانبية خطيرة جدا. فإحنا حبينا نشوف هل في طرق آمنة وغير مكلفة. نشوف أجرينا تجارب مبدئية على البايوبران كعقار قادر على القيام بآلية مثبطات نقاط التفتيش المناعية. النتائج الأولية، ودي نتائج أولية جدا مبشرة، ولكن علينا الانتظار للانتهاء من هذه الدراسة. في حالة ثبوت قدرة البايوبران على القيام بهذه المهمة، دي هتكون إعجاز في هذا المجال، لأن سعر البايوبران $1000 مقارنة بسعر العقاقير اللي كلمناها قبل كده اللي بتوصل إلى المليون. هذا بالإضافة إن البايوبران مكمل غذائي آمن جدا. الآلية الأخيرة أو الآلية الرابعة هي اللي بنسميها مكسب الحساسية الكيماوية، الكيمو سنسيتايزر. إيه دي؟ إما بيكون في مريض على سبيل المثال وليكن مريضة بسرطان المبيض، المعروف إن العلاج الكيماوي
بيقضي على الخلايا السرطانية الحساسة. يلا ده احنا عندنا نوعين من الخلايا السرطانية ايا كان هذا السرطان، سرطان مبيض، سرطان رحم، سرطان دم، سرطان كبد، سرطان جلد، في نوعين من الخلايا قدامنا، سرطان خلايا سرطانية حساسة للكيماوي، والكيماوي بيقضي عليها بسرعة قوي، وخلايا سرطانية غير حساسة اللي هي مقاومة. فاللي بيحصل دايما هو ان العلاج الكيماوي بيقضي على الخلايا السرطانية الحساسة. على سبيل المثال اللي قدامنا احنا شايفينه ده، عند تعاطي مريضة سرطان المبيض العلاج الكيماوي، بنجد ان دليل السرطان سرطان المبيض اللي هو المعروف بالسي اي او سي اي 125، ده دليل بتاع السرطان ده، بنشوف الدليل ده بدأ يقل تدريجي. فواضح من الرسمة برضه اللي هي كلمة اس، حرف اس، وشكل الخلايا السنستيف دهيت او الحساسة دهيت اللي هو قدامنا، اللون البيربل ده واللون الازرق، دول كلهم خلايا يعني سنستيف او حساسة. العلاج الكيماوي بيقضي عليها بسرعة، وبعدين بنجد ان احنا بنصل الى مستوى من السي اي 125 بيقف عندها عمل الكيماوي. يمكن احنا شايفين رقم 103 قدامنا اللي عليها سهم احمر اللي هي الدايرة الحمراء الكبيرة دي. ايه اللي حصل؟ بيبدأ مستوى السي اي 125 يبدأ في الازدياد. الله، ده الدليل بدأ يزيد تاني. طب ده ايه ده جاي منين؟ ده نتيجة انقسام الخلايا السرطانية المقاومة للكيماوي اللي هي واخدة حرف R الأحمر ده، دي كان عددها أوي حوالي 3 فوق، بعد كده لقناهم بقوا عددهم زاد أوي، بدأ ينقسم عملية الانقسام الخلوي اللي بتتمتع بيه الخلايا السرطانية، وهو ده اللي بنسميه ظاهرة المعاودة أو الانتكاس، ودي معروفة على معظم أنواع السرطانات. فإحنا بنتكلم على موضوع خطير اللي هو موضوع الانتكاسة، وطبعا إحنا بنشوف مريض جاء وعنده معرفش إيه مرض إيه، وبعدين يبقى مبسوط والدكتور يقول له 100 100، بعدين يرجع تاني بعد 6 شهور أو سنة أو 2 ونقول إيه على ده السرطان جاله تاني. هو ده اللي بنتكلم عليه، اللي هي الخلايا السرطانية الحساسة للكيماوي اللي بتموت بالكيماوي، والانتكاسة بتيجي نتيجة الخلايا السرطانية المقاومة للكيماوي اللي كان عددها صغير جدا في البداية بس بدأت بعد كده تنقسم، واللي بتعمل الانتكاسة اللي احنا شايفينها. طيب احنا بنتكلم الموضوع ده ليه؟ أجرينا تجارب أثبتت قدرة البايوبران على تحويل الخلايا السرطانية المقاومة للكيماوي إلى خلايا حساسة للكيماوي بعد ما بتتعامل بالبايوبران. طيب على سبيل المثال، الخلايا المقاومة للكيماوي نوع من الكيماوي اسمه DNR، بنجد ان الخلايا ديت لها القدرة انها تطرد الكيماوي لما بيدخل لها، يعني الكيماوي بيدخل الخلية بتطرده. بس الحتة الجميلة بقى هنا اللي هي ايه؟ عند معاملة الخلايا المقاومة ديت للكيماوي، لما بنعملها بالبايوبران بنجد ان الخلايا ديت بدأت تمتص الكيماوي وبتطردوش، واحنا شايفينها اهوت اللي من فوق نوع لونها وردي واللي تحت لونها احمر، ده لان كل ايه او فيها بعض نقاط فوق الخلايا السرطانية فيها حوالي 1 2 3 4 و 2 6 و 2 حوالي 10 نقط صغيرين بيمثلوا كمية بسيطة جدا من الكيماوي اللي تم احتجازه، ودي ما بتأثروش قوي على الخلايا السرطانية، لكن ما بيموتوهاش لأنها كمية ضعيفة، كمية بسيطة. إنما لما حطينا الخلية البايو الخلية الريزيستنت مقاومة للسرطان عملت بالبايوبران، بدأت تمتص، والكيموثيرابي او الكيماوي بدأ
يعني موجود بكثرة جوه الخلية دي زي ما احنا شايفينها، فيها اكثر من حوالي يمكن 50 60 او 70 نقطة، اللي هي كل واحدة فيها بتمثل شوية كيماوي يعني. فواضح ان الخلية غير قادرة انها تطرد الكيماوي اذا عملت او في وجود البايوبران. طيب التجارب اثبتت ان البايوبران مكسب الحساسية الكيماوية لكثير من الكيماويات، زي مثلا الدي ان ار اللي هو بنسميه دونا روبسن، وده كيماوي معروف. في كيماوي تاني اسمه سيسبلاتين، وبرضو علينا اجرنا عليه نفس التجارب، وفيه تاكسول، وكلها الحمد لله اثبتت انها لها القدرة على قتل او الفتك بالخلايا السرطانية اللي هي ايه المقاومة للكيماوي، بعد ما بقتش مقاومة بقت ضعيفة والكيماوي بيقدر يقتلها. النتائج ديت الموضحة قدامنا بين ان في سهم هوت موجود، ان قدرة الخلايا المقاومة الكيماوي ضعفت بنسبة 5 مرات بعد ما عملتها بالبايوبران، ودي نتائج مهمة عشان احنا عارفين الكيماوي لما يبقى تركيزه ضعيف ما بيكونش له تأثير على الجهاز المناعي كويس، لكن لما بنزود تركيز الكيماوي عشان نموت الخلايا السرطانية بجرعات عالية كبيرة، بتموت الخلايا السرطانية ممكن، بس بتموت برضه الخلايا الطبيعية ومنها خلايا الجهاز المناعي، وبالتالي الخلايا الفاتكة يمكنها القيام بوظيفتها في مقاومة السرطان. وصلنا دلوقتي لنهاية المحاضرة، إلا بس أحب أنوه إلى خاصية التفرد للبايوبران. إيه الميزة اللي بيتمتع بها البايوبران عن سائر منشطات الجهاز المناعي في السوق الأمريكية، ودي عددها حوالي 500 منتج. خاصية التفرد دي اسمها hyporesponsiveness، أي الحفاظ على مستوى الاستجابة المناعية. دي ظاهرة هي سبب فشل المنشطات المناعية اللي موجودة في السوق، فشلت في الحفاظ على مستوى الاستجابة المناعية. ومن المثير حقا ان البايوبران بيتمسك بهذه الميزة، ميزة التفرد دي اللي هو بيحافظ على مستوى الاستجابة المناعية. وزي ما احنا شايفين هنا معظم المنشطات بتاعت الجهاز المناعي عاملة زي يعني بتطلع فوق كويس لمدة 8 أسابيع 10 أسابيع، وبعد كده بدأنا نشوف ايه natural killer cells أو تنشيط الخلايا الطبيعية القاتلة أو الفتاكة بطبيعتها بدأ ينزل تحت هوت، والسهم بدأ ينزل تحت زي ما بدأ زي ما نزل، وكأنك يا زيد ما غزيت زي بيقولوا. ف رغم ان احنا عمالين ندي للمريض نفس المنتج، بس حصل نوع من المقاومة، الجسم ما عادش بيستجيب. ليه؟ محدش عارف كتير عن الموضوع ده. المثير عندنا واللي يهمنا ان البايوبران ليس له خاصية اللي هي خاصية الفشل دي، هو بمجرد ما بيزود نشاط الخلايا الفتاكة بطبيعتها بتستمر هذه الخلايا في عملها مع استمرارية تعاطي البايوبران. طيب فين اللي يثبت كده؟ فين اللي بيثبت ان البايوبران عكس المنشطات الاخرى من حيث انه قادر على الحفاظ على مستوى الاستجابة المناعية وعدم فقدها بمرور الوقت؟ دي تجارب اجريت على 8 من مرضى سرطان الثدي بعد تناولهم للبايوبران، وأمكن قياس مستوى الخلايا القاتلة أو الفاتكة بطبيعتها في هؤلاء المرضى لمدة 5 سنوات. النتائج بينت أن مستوى الخلايا القاتلة ارتفع وزاد بعد تناول البايوبران، واستمر في معدله المرتفع لمدة 5 سنوات مع المداومة بتناول البايوبران.
يعني زي ما احنا شايفين ان الحاجات دي ما بتاخدش يوم ولا ليله ولا اسبوع ولا شهر، دي دراسه استمرت 5 سنوات، يعني عمل كبير، والحمد لله ربنا وفقنا انه ينتهي نهايه جميله الشكل. في النهايه يهمنا ان احنا نستعرض راي مجموعه من الاطباء المشهورين العاملين في مجال الطب البديل في امريكا عن تقييمهم للبايوبران. من الشمال بنشوف دكتور جوليان ويتكر، وده الرئيس السابق للجمعية الطبية الوقائية الأمريكية. ذكر في صحيفته إن أنا دكتور ممدوح غنيم يعني بيّن إن البايوبران بيحارب السرطان عن طريق تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية، والدراسة شملت 32 مريض بسرطانات البروستات والمبيض والثدي والدم. الدكتور اللي في النص هو الدكتور أندرو وايل، وده مشهور جدا في أمريكا وبيظهر في الفضائيات باستمرار. هو طبيب ومعلم الطب البديل في الولايات المتحدة الأمريكية. قال إنه مفتون بالبايوبران، وقال إن دكتور ممدوح غنيم اللي هو أنا أثبت إن البايوبران قادر على تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية أو الفاتكة الطبيعية. وأعلن الدكتور وائل عن نيته لتناول البايوبران بطريق بغرض تنشيط الجهاز المناعي لمقاومة نزلات البرد، وأعلن أيضا إن البايوبران ربما يمثل علاج مكمل للعلاجات التقليدية للسرطان. على اليمين بنلاقي دكتور ديفيد ويليام، وده أحد العلماء البارزين في الطب البديل في أمريكا. كتب في صحيفته، له صحيفة خاصة به اللي يسميها Alternatives، كتب فيها مقالة، ودي مقالة مطولة حوالي 4-5 صفحات، لكن أنا أخذت منها الجزء اللي هو متلون بالأصفر ده تحت ده، والجملة اللي هو حبيت أن أنا أترجمها لكم، إن اكتشاف البايوبران ربما يغير مسار العلاجات التقليدية في علاج الأمراض لمدة 100 سنة جاية. طبعا ده كلام كبير قوي والحمد لله. الموضوع الأخير اللي أنا أحب أنهي به المحاضرة اللي هو ملخص لمقالة لدكتور اسمه الدكتور باك ومجموعة من العلماء اللي شغالين معاه والباحثين في جامعات مختلفة في استراليا وسنغافورة. المقالة، ودي مقالة يعني كبيرة قوي، ونشكر هذا الدكتور والمجموعة اللي عملت معاه، ان هم لخصوا كل الشغل اللي اتعمل على البايوبران في ال 24 سنة اللي فاتت. مجهود كبير، مجهود كبير، ويشكر الدكتور ده والمجموعة اللي معاه. المقالة دي لخصت الابحاث اللي اجريت على البايوبران في 24 سنة زي ما قلت الماضية، وقالت ان معظم الابحاث اللي اتعملت في ال 24 سنه دول على البايوبران معظمها اتسمت بالدقه وعدم الانحياز. يعني كلام كبير يعني والحمد لله، رغم انها مش كلها جايه من المعمل عندنا، لكن في طبعا الابحاث بتاعت البايوبران في ال 24 سنه وخاصه في السنوات الاخيره ديت جه كتير منها من امريكا ومن غير المعمل بتاعي طبعا، وفي من المانيا، وفي ابحاث جات من اليابان، ويعني الحمد لله من اماكن مختلفه، ولكن الحمد لله ان معظمها اتسم بالدقه وعدم الانحياز، واثبتت بنجاح ان البايوبران مكمل للعلاجات التقليدية للسرطان. الخلاصة او ختاما بنركز على النقاط التالية اللي اتكلمنا فيها الفترة الطويلة ديت. الخلاصة ان العلاج المناعي البايوبران ممكن يساهم في علاج السرطان في وجود العلاجات التقليدية. آليات عمل البايوبران بتشمل زيادة كفاءة الجهاز المناعي ومكسب الحساسية، وأخيرا اللي هو البايوبران علاج آمن. Thank you very much.